انا وعندنا هنايا في استديو تلت تلامذة من المتوسطة تاعكم، ومعنا سي عبد الكريم ولي، سي رواق ولي تلميذة جا باش يشجع. إذن الحاج انتم تبنيتم المالوف عندكم في زبراتة، شيء مليح، شيء انها ثقافة وتراث الجزائري، فلربما مادام انت مدير ثانوية يكون تبادل بين الثانويات ولا بين الجمعيات لإطراء ولي على المتوسط الملكي. نعم. نعم. الله يبارك. نعم اخويا، نقول لكم حنايا، نقول لكم كما يقول لك نشجعوكم ونقول لكم ربي يوفقكم ان شاء الله. والابواب راهي، الابواب راهي مفتوحه في قسمتنا في اذاعه ولا ماشي حتى خارج الاذاعه، راهي مفتوحه باش انت باش يكون تبادل، نكونوا بكل لولادنا لولاد الجزائر باش نعطيهم التراث اللي خلاه، باش ما يروحش هكذاك، لازم نوقفوا عليه. شكرا الحاج، بارك الله فيك. ان شاء الله يا ربي، 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 ربي ان شاء الله يخلينا في خدمة العباد والبلاد، ان شاء الله ربي يخلينا ديما ان شاء الله نكونوا بدرة خير ان شاء الله. شرف سي عبد الكريم، انت ولي، جيت مع الطفلة بنتك هنا معاها، على بالي نشوف فيك مشاتي تحدث، ولا ربما كاش ما عندك فكرة على هذه القعدة، على هذه الجلسة، الأمنية نتاعك لولادنا، للمالوف، للثقافة. هو أستاذ صحيح، يعني تمنينا مادام اليوم جينا الإذاعة هنا في سيدي عرس، في قسنطينة، جينا لقسنطينة، قسنطينة قطب كما قلت لكم من أقطاب الجزائر، حنا نتمناو إن شاء الله أن المدرسة هي فاتية، نتمناو جماعة تاع قسنطينة وخاصة الجمعيات الكبيرة يعني تحاول تمد يديها وتعاون المدرسه هذه باش ترقي بروحها الى المستوى اللازم، خاصه كان جمعيات كبار هنايا يعملوا تبادل اتصال بالمدرسه، يعاونوا الوليدات هما في كل المجالات الفنيه، يعني يا يجوا عندنا لصدراطة يا يجوا عندهم القسنطينه ويحاولوا يعاونوا هالجمعيه هذه يعني في اطار المستطاع. تسمى هذا نداء، هذا نداء للفنانين، للجمعيات، باش نعم واحباء قسنطينة، مادام في اطار البرنامج احباء قسنطينة، ونحن نتمنى ان شاء الله نكونوا احنا من احباء قسنطينة، نتمنى من اهل قسنطينة والاسره الفنيه تمد يديها لوليدات هذوما، لبنيات هذوما، باش ترقي بهم الى ما هو يعني إن شاء الله يخدم الفن هذا، يعني هو الهدف نتاعنا، الهدف نتاعنا للتذكير برك، لانه الخطره اللي عدات سي ديدين، جمعيه عرطه كان جمعيه جات عندنا، وكانوا ما عندهمش وين يريبيتيو كيما يقولون يدربوا لوكال، مدير ملك حداد المركز الثقافي عطاهم كيما يقولوا ان كرينو، عطاهم وقت باش يعودوا يديروا عبر هذه الحصه هذه، وهذا الشيء اللي حنا اللي مشات نوصلوا له، ونوصلوا ان شاء الله انه نكونوا همزه توصل، فلربما كانت جسر ما بين باش نوصلوا الناس للغايه نتاعهم. نولي الاخت ايا سي طفله صغيره قاعده تحت في المندولين، وش هو الحلم نتاعك؟ نكمل في المجال هذا، ما نحبسش يعني في العزاء، نحتاج العزف المندولين. ها هي تما من الاخر خلاص. لا ايه، هذا امل، هذا حلم، هذا فلربما يرجع لك، يرجع ويرجع للولي اللي راهو معاك، يرجع يشجع فيكم، يرجع للاستاذ اللي كنا نتكلموا مع مدير المتوسطه وسيدي نور الدين، هذوك شغل بكل نتحاماو باش نوصلوا للنتيجه. ليديا نشوف فيك كيما حبات تلعب بينا بالفيرما وحدك.
ها لعبين هاي نشوف فيك شتات لعب هاي تلقائيا هكذا صحيح هاي ليديا لا عسلكم على الفيولون ما شاء الله ما شاء الله ليديا وش حلمك تولي مطربة كبيرة بالفيولون وش حابة تولي حابة نبدأ بالفيولون ايه بنحتاج وتخلصيها بالعود ماذا فيها نتعلم شيء بالخرائط تعلمي في الفيولون هذا حلم مليح لأنه ما تنسوش باللي لازم قرايتكم أولا دراسة تاعكم لازم